السلام عليكم. أولويات التحالف بعد عامين من العاصفة. كانت الحرب البرية هي الحاضر الأبرز خصوصا في الأشهر الأخيرة التي شهدت متغيرات كثيرة في المعادلة العسكرية، ولعل أبرزها تحرير مساحات حيوية في الساحل الغربي، بينها المخا وباب المندب وفتح جبهة ذات أهمية بالغة في صعدة. إلا أنه من الواضح أن أولويات التحالف العربي بعد عامين من العاصفة لا تبدو واضحة، باستثناء الأهداف المعلنة منذ اللحظة الأولى والتي حملت عنوان دعم الشرعية واستعادة الدولة. فما الذي يتوجب القيام به من التحالف في تعزيز تدخلها والحفاظ عليه وتجنب الأخطاء؟ وهل فشل التحالف في إقناع العالم بالقضية اليمنية وصناعة نخبة سياسية خصوصا فيما يتعلق بقضية تنظيم الحياة في المناطق المحررة؟ والملف الأبرز والمتمثل في الملف الإنساني الذي يعد من أعقد الملفات إلى جانب الإعمار وترتيب البيت الداخلي للشرعية. مشاهدينا، تقديم الخدمات وتوفير احتياجات الإنسان اليمني التي تمثل اللغة الأولى في التواصل معه هي الرهان الحقيقي في معركة استعادة الدولة. فما هو الدور المناط بالتحالف والشرعية خلال المرحلة المقبلة؟ وما هي أولويات هذه المرحلة؟ إذن في محاولة لتسليط الضوء على هذه المحاور ستكون حلقتنا لهذا المساء، فأهلا بكم. وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور عبد الباقي. إذن قبل بدء نقاشنا دعنا نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. عامان من انطلاق عاصفة الحزم، لم يزدل الستار بعد على عمليات التحالف العربي، وإن فعل الكثير إلا أنه لم يفعل الكثير أيضا. وما بين الأهداف المعلنة للتحالف العربي وما تقتضيه من مساندة تظل هناك تساؤلات كثيرة، إذ كان المأمول أبعد من تدمير ترسانة الأسلحة لتحالف الانقلاب وتحرير ثلثي التراب الوطني، فقد اعتقد الجميع أن معادلة أقوى ستفرض على الأرض في وقت أقصر مما حدث حتى اليوم. تظل النقطة العمياء في مربع الصراع والمتمثلة في عدم تمكين الحكومة الشرعية بالشكل الكافي، وتضارب بعض أجندات التحالف العربي في العاصمة عدن هي الثغرة التي كان لها التأثير الأبرز على مجريات المعركة وإدارة المناطق المحررة. ملفات كبيرة وشائكة تحتل أولويات الحكومة والتحالف، ليس أقلها استكمال معركة التحرير المرتكزة اليوم على الساحل الغربي واستعادة ميناء الحديدة الشريان المغذي لحرب الميليشيا، غير أن أعقد تلك الملفات هو ملف الخدمات والملف الإنساني وما يقتضيه من متطلبات تمضي بالتوازي مع معركة التحرير. الحرب البرية هي الحاضر الأبرز خصوصا في الأشهر الأخيرة التي شهدت متغيرات في المعادلة العسكرية، لعل أبرزها تحرير مساحات حيوية في الساحل الغربي بينها المخا وباب المندب وفتح جبهة ذات أهمية استراتيجية في صعدة. يدرك الجميع اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تأخر الحسم العسكري يكلف الحكومة والتحالف فاتورة أكبر، ليس على المستوى المادي والعسكري فحسب، وإنما أيضا على مستوى المجتمع الدولي الذي ساند العاصفة حال انطلاقها، ثم مع مرور الوقت لجأ لابتزازها وأدخلها في دوامة الصراعات الدولية المعقدة. تقديم نموذج مشرف في المناطق المحررة هي كلمة السر وشفرة النصر للتحالف والحكومة إذا كانوا يريدون ذلك، أما غيره من استمرار مواخير الفساد وعجز الأداء في عدن وتعز ومأرب لن يعدوا أكثر من تنافس فارغ من مضمون الشرعية وما تفرضه مقتضيات الدولة. المواطن هو الحكم، وما يلمسه من أمن وخدمات أساسية في التراب التابع للشرعية سيلقي بظلاله سريعا على بقايا التراب المغتصب. بهذا الشكل دكتور الذي تابعناه عبر التقرير بدأنا بالحديث عن أولويات التحالف في المرحلة المقبلة، هل تعتقد أو المرحلة الراهنة، هل تعتقد أنها ما زالت تسير بنفس الأهداف التي وضعت لها؟ كما أنا أعتقد أن يعني عندما نريد أن نقيم يعني عاصفة الحزم، نحن الآن في عاصفة الأمل. نعم. ومن حيث المسمى أعتقد هو المفترض أن يكون يعمم عاصفة الأمل، لأننا نعيد الأمل للشعب اليمني. إعادة الأمل هي اسمها. إعادة الأمل. أعتقد أن التقييم، نحن تحدثنا في أكثر من لقاء وأعتقد نحن تقريبا ما زال نفس العمليات التي بحاجة إلى تكرار لوضع خطوط عمل لما هو مطلوب في المستقبل للتلافي أو نجاح الأهداف.
طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن عاصفة الحزم والأمل، ينبغي أن نعتقد أن حققت كثير من الأهداف، حققت الكثير، لكن أعتقد أن هناك قصور استراتيجي خطير إذا لم نتلافاه. حققت لأن لم يكن لدينا جيش وطني، لم يكن لدينا استخبارات، يعني على الأقل لم تنقسم السلطة، المؤسسة العسكرية والاستخباراتية إذا كان انقسمت كما هو الحال يمكن أن نراهن على النصف، لكن كان لدينا إفراغ للمؤسسة العسكرية والاستخباراتية، كان لدينا دولة ليس لديها اقتصاد قوي، بحيث تلاحظين أنت كثير من البلدان التي شهدت تحولات كان بالإمكان تتحكم بالاقتصاد تتحكم، نعم. لكن نحن أمام انهارت سريعا، انهارت لأن الرئيس لم يكن الشرعي، يعني خرج من كثير لم يدرك أن خروجه إلى عدن ومن ثم إلى الرياض بأنه نوع من الهروب، لكن هو المدركين لكيفية بناء المؤسسة اليمنية أو القوة الغير معلنة، من الطبيعي جدا يحصل ذلك، لأننا كنا نعلم أن هناك القوية تتبع المخلوع، الحرس الجمهوري، قطاعات ذات ولاء، حتى النقل المخلوع، المؤسسة الاستخبارات إلى آخره، لكن بالأخير هناك يعني أهداف حققت بشكل كبير جدا. ولكن أيضا نحن عندما نقيم من أجل ما يسمى بالعقلانية التواصلية، أي نقطع مع ما هو سلبي ونستمر بما هو إيجابي، أنا أعتقد أن هناك كثير من الأولويات، هناك الآن السلطة موجودة في الجغرافيا اليمنية، ولكن أيضا هناك قصور في هذه الجغرافيا، هناك أيضا الآن لدينا قاعدة عسكرية، لدينا سيطرة على الجغرافيا، لدينا حضور، هناك السلطة تلعب، هذا كله إيجابي، لكن نعم. سأنطلق من آخر، على سبيل المثال من آخر المؤشرات ذات نعم. دلالة قبل سلبية. ذلك دكتور، يعني دعنا يعني انضم معنا عبر الهاتف دكتور محمد الرماحي الكاتب والمفكر من الكويت. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا دكتور عمان. من التدخل العربي في اليمن، كيف تقرأ المشهد الآن؟ يعني حقيقة الأمر لا يستطيع الشعب اليمني أن يأكل أو يشرب أو يتطبب أو يدخل أبنائه المدارس من خلال الشعارات والمظاهرات. البديل المطروح للشرعية الوطنية في اليمن هو مشروع صالح الحوثي. إذا أخذنا مشروع صالح فقد حكم اليمن فترة طويلة وأوصلها إلى ما أوصلها إليه كما نعرف من فساد. مشروع الحوثي مدعوم من الإيرانيين وأيضا ليس له أفق. ما أمام الشعب اليمني إلا النضال من أجل وحدة الشعب اليمني وأيضا بناء الدولة الوطنية الحديثة العادلة. هذه هي المعركة الحقيقية اليوم، ويعني أي حديث خارج هذا الإطار هو حديث عبثي. قد يأخذ الأمر وقت، قد يأخذ الأمر تضحيات، ولكن لابد من هذا المسار الذي يدعم الآن بالشرعية العربية كما نعرف، وأيضا يدعم بالشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن. نعم، إذن دكتور يعني ما الذي لم يتحقق أو يجب أن يكون كرهان بالنسبة للتحالف والشرعية أيضا في مستقبل مواجهة الانقلابيين؟ يعني إذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث في اليمن علينا أن نقرأ ما يحدث في إيران. المشروع الإيراني هو مشروع توسعي وقد ربما أخذ نفس بشكل ما بان الحكم السيد أوباما في الولايات المتحدة، والآن الأمور تتغير. يعني نحن نعرف الآن من خلال ما ظهر من تقارير بأن الحملات العسكرية في اليمن في الفترة الأخيرة تضاعفت بشدة، معنى ذلك بأن الإيرانيين أيضا يريدوا أن يثبتوا لنفسهم وربما أيضا لمشروعهم بأنهم هناك من أجل أن يبقوا على النفوذ. فإذا هنا صراع نفوذ يجري على الأرض اليمنية. المؤسف يعني في هذا الأمر أن الشعب اليمني هو الذي يدفع الثمن الغالي من النساء والأطفال والرجال، وأيضا يدفع من مستقبله في إقامة مشروع الدولة الوطنية العادلة. نعم تفضلي. نعم، لكن دكتور بالمقابل هناك حديث كويتي عن مؤشرات لانطلاق حوار خليجي إيراني، هل برأيك سيسهم مثل هذا الحوار في احتواء الأزمة في اليمن وسوريا؟
لا أعتقد الحقيقة من المعلومات اللي أعرفها أنا على الأقل أن هذا المشروع لم ينهض من الأرض بعد، يعني هناك تمنيات خليجية واضحة المعالم، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومنها تقليص يعني الوجود الإيراني في المناطق العربية وترك العرب يقوموا بحل مشاكلهم، وهذا أمر لا تقبله جزء كبير من الحكم الإيراني، لأن الحكم الإيراني مبني على التوسع وعلى محاولة دفع الحروب إلى خارج إيران بدلا من أن تخاض في داخل إيران. لهذا السبب لا أعتقد بأن هناك الكثير من المراهنات التي يجب أن نضعها على حوار خليجي إيراني في هذه الفترة على الأقل. نعم، هل نفهم من ذلك أن يعني يد إيران قد شلت في اليمن؟ لا، حتى هذا الوقت ليس صحيح. طبعا هناك محاولة جادة من التحالف العربي بأن تشل هذه اليد، وهناك أيضا تفاهم دولي لهذا الأمر، ولكنهم كما تعلمي يتحايلوا بطرق مختلفة في تهريب السلاح وفي تهريب الأموال. ونحن نعرف اليوم مثلا أن التصريحات القادمة من اليمن أن هناك عدد من المستشارين الإيرانيين والمستشارين من حزب الله والمستشارين حتى من الحشد الشعبي موجودون الآن في صنعاء، مستشارين سياسيين وعسكريين. لهذا السبب فإن هذا التدخل واضح المعالم، وكما عودتنا طهران أنها في الغالب تدفع أولا بحلفائها العرب من أولئك التابعين لها من الجيوب العربية في مواجهة العرب الآخرين، وبالنسبة لها هي أن الدم العربي هو دم رخيص، فلماذا لا يحارب اللبناني الشيعي اليمني السني في صنعاء أو في جوار صنعاء أو في العراق أو في سوريا؟ لهذا السبب فإن علينا الحقيقة ألا ننخدع بالشعارات وأن ننظر إلى الأمور كما هي. إحنا أمامنا صراع قد يطول هذا الصراع، ولكن أيضا علينا أن نخوضه في جهتين، الجهة العسكرية هذا واجبة، ولكن علينا أن نخوضه أيضا في الجهة الإعلامية. هناك محاولة للاختراق الإعلامي للنخب وإلى الشعوب العربية بأن ما يحدث في صنعاء هو بناء مشروع وطني جديد، وهذا غير صحيح. يجب أن نفضح هذا المشروع بأنه مشروع تابع لطهران، وهو في حقيقة الأمر يسلم اليمن إلى قوة تريد أن تهيمن عليها ولها مصالح مختلفة بعيدة تماما عن مصالح الشعب اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد الرميحي الكاتب والمفكر، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة إليك دكتور عبد الباقي، كنت تتحدث عن يعني نقاط تود الحديث عنها قبل الخوض في تفاصيل حديث رؤية عامة عن العامين. سأعود بناء على مداخلة الدكتور الرميحي، إذا أردنا فقط مقاربة أولى ثم ندخل بالتفاصيل. نعم. المقاربة الأولى هو تحدث عن البديل، ونحن نريد أن نوصل رسالة بعد مرور عامين لشعبنا اليمني. نحن لسنا مع الحرب ولسنا مع ما يحدث الآن، وسأثبت بعد قليل أن ما يحدث الآن عمل منهجي من قبل الانقلابيين. لكن البديل ماذا؟ بالنسبة لصالح، احنا قربنا 33 سنة، هذا الرجل سلم الجمهورية اليمنية ودمر أسس الدولة الوطنية، دمرها، قوضها برمتها، ثم سلمها للحوثيين للإمامة الذين ضحوا كل يعني شهداءنا والضباط الأحرار وقطعنا مع حكم إمامي ليأتينا هذا الرجل ليسلم الجمهورية اليمنية إلى الإمامين. هذا عنصر، هذا البديل الذي أمامنا. البديل الإيراني، البديل الذي أوصل هذه الرسالة، لا يمكن أن يكون الحوثيين بديل، لا يمكن. هذا المشروع مكتوب عليه بالفناء نظرا للآتي. لدينا العراق أصبح مجالا إيرانيا صرفا، ونحن نشاهد ماذا يحدث في الموصل وما الذي يحدث من تهجير والعمليات الممنهجة بترتيب دولي وإيراني. بالتالي هذه إيران، أولا العراق أصبح مجالا، البوابة الشرقية العربية أصبحت إيرانية، سوريا العرب تدخلوا بحرب بالوكالة فترة، ثم سوريا الآن
تغيير حزامها الأمني، حزام العاصمة دمشق، بمعنى أنها ستكون مجالاً إيرانياً لولا التدخل العرب. لبنان نحن شاهدنا كم قعد البرلمان وكم ظلوا من أجل ينتخبوا رئيس لم يستطيعوا حتى وافق من يصنع القرار حزب الله اللبناني. اليمن لا تعني عبد الرب منصور هادي ولا تعني علي محسن، تعني أن هناك نظام جمهوري وأن هناك جماعة قد قطع مع الشعب اليمني، وأن أمن الخليج العربي وأمن الأمة العربية لن تكون اليمن مجالا إيرانيا، لأن بقاء الحوثيين، أنا قلتها في أكثر مرة، أن الحوثيين أكثر خطورة من حزب الله اللبناني. حزب الله اللبناني فقد قيمته بعد ما تدخل في سوريا، وكنا قد خلقنا منه وضعنا له رسمال وطني ورسمال عروبي وإسلامي عندما واجه إسرائيل، وكان مشروعا، وبالتالي الآن سقط هذا القناع وأصبح حزبا ميليشيويا خارج حدود لبنان يمارس قتل إلى آخره. بالتالي إن بقاء الحوثيين في اليمن يعني سقوط الخليج العربي برمته، لأن هناك حزب الله في المملكة العربية السعودية، هناك كيانة في البحرين، هناك كيانة في الكويت، لن يسمح الخليجيين ولن ينجح هذا المؤتمر لأن بقاء الحوثيين على هذه الشيء. بالتالي أمام الشعب اليمني بديل إمامي قربناه ما يقارب 10 قرون، الإمامة جوعت الشعب اليمني وكانت ثالث الفقر والجوع وتفجير البيوت والإعدامات التي كانت معي، ونحن نشهد الآن الإمامة هي التي تقوم باللامساواة بين المواطنين، هي التي تحتقر الحجر من القاع والدم من الرث القبيلي، هذه كل الثقافة نشاهدها الآن، الترعيب الثراء لهم فقط. بالتالي أمام الشعب اليمني مشروعين اثنين، مشروع صالح هذا الرجل الذي نحن 33 عام، ما الذي أنجز لنا؟ لا ينجز لنا شيء هذا الرجل، يعني بس أكمل الفكرة فقط. إذن البديل هذا، عندنا بديل السلطة الشرعية، ننتقل إلى نقطة ثانية، أنا تكلمت هنا الآن البديل ثم الإحلال. الإحلال نحن نناقش مدخل بعد ندخل بالتفاصيل. الإحلال حتى الآن دول الخليج لم تستطيع أن تقوم بعملية إحلال السلطة الشرعية حقيقي كالسلطة في الجغرافيا والمؤسسات، وهذا ما ينشده الآن المخلوع يلقي خطابات يلقي. هل هذا الأمر منوط بالتحالف أم الشرعية؟ عاد الفترة التي كان هناك تناقض بين دول الخليج العربي بعدم حسم معالجة المسألة اليمنية، عدم تقديم الدعم اللازم وعدم تأخير عودة الرئيس إلى الجغرافيا وتقديم الدعم له وخلق ما يسمى تراتبية القرار العسكري والأمني بيد رئيس الجمهورية، يجعل عندما يذهبون إلى تشاور وأضعف طرف في التشاور الرئيس الشرعي ونائبه وبقية المؤسسات. ماذا يعني؟ يعني أن جددنا شرعية المخلوع صالح والحوثيين، يعني أننا سينقضون على السلطة ويحتلون الأمر الواقع كما حدث في 2011. وبالتالي لماذا لا نستفيد من 2011؟ يعني نحن نأتي إلى جماعة ميليشيا والمخلوع صالح بكل منظومته الفساد والعسكرية، ثم نأتي بالرئيس إلى صنعاء مرة أخرى ليتم قتله واغتياله والاستيلاء على السلطة بشرعنة جديدة. هذا نوع من الغباء لا يمكن أن يحدث. بالتالي الإحلال، الإحلال بمعنى ماذا؟ لا تترك لي الرئيس، لابد من توحيد الدولة دلاليا ومؤسسيا وصناعة قرار برئيس الجمهورية والحكومة، بالتالي دعم السلطة الشرعية بحيث تكون هي المرجعية. هذا يسمى الإحلال، بمعنى الآن كان لدينا سلطة واقعية، مش فقط نخرجها من الجغرافيا، كيف نعملها إحلال كفكرة وكممارسة كسلطة بديلة. هذا الإحلال يأتي بماذا؟ بأن تصبح هذه السلطة هي من تخطب. نحن قلنا رئيس الجمهورية عليك أن تلقي خطابات، عليك أن تلقي، أن تكون حاضر. الآن هذا غير غائب. ينبغي العنصر النواقص لعاصفة الحزم هو تقوية السلطة الشرعية، تعزيزها، إحلال الرئيس الشرعي والحكومة كسلطة سلطة شرعية توازي وتسحب البساط من السلطة الواقعية في المناطق، هذا عنصر مهم. ثم نأتي إلى ما يسمى الأسئلة الوطنية، لدينا بديل إحلال أسئلة وطنية، تعمل مجموعة من الأسئلة الوطنية. لماذا تعز حتى الآن؟ بالتالي عندما نريد أن نحدث تغيير، أن نقيم عاصفة الحزب، الآن كثير من النخب ماذا يحدث في تعز؟ لماذا لا تستعد تعز؟ ما هو المخاطر؟ لماذا الوقوف عند خطوط 90؟ هذا يربك ما يسمى انتظام الجماهير خلف المشروع
الوطني وخلف مشروع عاصمة نعم الحزم. تتحدث كثيرا عن هذه النموذج دكتور. نعم يعني قبل ان ننتقل الى النموذج، يعني فكره يعني وانت يعني تسميه توحيد المزاج الشعبي خلف رؤيه الحكومه والشرعيه والتحالف، يعني هل ينبغي ان تكون هذه من ضمن اولويات الحكومه والشرعيه ايضا؟ طيب اكمل النموذج ثم اتي نعم. لتوحيد المزاج الشعبي. نحن خرجنا من بديل الى احلاء الى اسئله وطنيه، وهذه مقلقه للشعب اليمني لانه مرتبطه بالفدراليه، مرتبطه بفك الارتباط، مرتبطه بالوقوف عند خط 90، مرتبطه بالحزام الامني، مرتبطه بالجيش. ناتي للنموذج، يعني انت تقوم بعمليه عسكريه تحدث نوع من استعاده للسلطه الشرعيه. نحن لا نريد استعاده انه اعدنا نهم واستعدنا ميناء المخا واستعدنا، هناك استعادة وإدارة حياة يومية، هناك نموذج. أين النموذج؟ مارب وعدن، يجب أن تكون عدن جاذبة ونموذج، المواطنين يستدعوا النموذج، يقول نريد هذا النموذج يأتي ونطبقه وهو نموذج دولتنا. عدن لم يهيئوها عاصمة الحزم، اهتمت بالعسكري ونست أن تقوم بالإحلال للرئيس السلطة الشرعية. النموذج البديل مارب الآن تثبت، يعني نجحت إلى حد كبير أنها تكون مدينة لكل اليمنيين، أثبتت هؤلاء المنظومة اللي كنا نعتقد والذي شوههم المخلوع صالح أنه مجموعة من القبائل وقطاع الطرق، هذولا أثبتوا أنهم يمتلكون رأس مالا وطنيا، يمتلكون رؤية وطنية. هم الآن نحن نشكرهم على هذه المواقف التي ويعني الذي صالح حاول أن يشوه هؤلاء الرجال الوطنيين الذين الآن خلقوا من هذه المدينة مرتكز وأساس لعودة الدولة، وكانت أول قاعدة عسكرية. عدن حتى الآن ليس النموذج الجاذب، يعني أنت لديك عاصمة صنعاء تحت سلطة الانقلابيين، وهي حتى الآن بحكم أنهم يريدون أن تكون عاصمة لكل من، ينبغي أن تكون عدن النموذج الذي تدار في الحياة اليومية، التي اليمنيين في تعز وفي المحويت ويقولون يريدون هذا النموذج من عدن. لا يوجد هناك حزامات أمنية ولا إخراج لأبناء الشمال في سيارات في خارج المنطقة ولا هذا التعامل الطائي المناطقي، نريد عدن أن تكون نموذج. يجب أن نخلق من عدن ومارب نموذج، يجب الإجابة عن أسئلة تعز ثم نأتي. هذه البديل عندما نثبت للشعب اليمني أن البديل غير السلطة الشرعية، غير استعادة السلطة، هو النموذج صالح. نموذج صالح نحن قربنا لثلاثين سنة وكانوا يقولوا قربوا الحوثيين، وهو نوع من فوق الباصات إلى آخره. الحوثيين كيف نقرب مقرب لعشر قرون؟ أين الشعب اليمني؟ نحن الشعب اليمني لا نفهم، لن نقرب عشر أعوام. كانوا الشعب اليمني ينصرون ويعملوا صليب ترتر، ويعني وكان الشعب اليمني في التاريخ أول مرة في التاريخ الشعب اليمني يذهب للإذاعة ولا إذاعة تذهب إليه، يسمعون الإذاعة ويخوفهم بصوت الأسد. يعني الناس كانوا يقطعون شوطا حضاريا، ونحن في الستينات وفي إلى القرن العشرين والقرن التاسع عشر ونحن خارج التاريخ. هل نقرب حكما يتعاملوا مع اليمنيين يعني بشكل لا تراتبي؟ هل نشهد هذا الحكم؟ إذن البدائل عندما نثبت لهذا الشعب أن البدائل، هذه البدائل المؤلمة، هذه البدائل المقربة، ننتقل إلى الإحلال، ننتقل إلى النموذج الجيد، ننتقل إلى الأسئلة الوطنية. هذا مهم، أنا أربع عناصر بالتالي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التقييم، بمعنى إدارة استراتيجية بلد. أنت أمام رئيس دولة وحكومة كانت عبارة عن يعني عن أشياء متناثرة، كيف يمكن لك؟ والدولة اليمنية حتى مع المخلوع صالح قبل هذا الانقلاب كانت عبارة عن شخص ماسك، يعني عبارة عن صنعاء لم تكن عاصمة، كنا نحن بمثابة رهائن في العاصمة صنعاء. نحن كان محاطين بألوية عسكرية واستخبارات وأمن، جهاز مركزي يتبع المخلوع صالح، الأمن السياسي يتبع المخلوع صالح، الأمن القومي يتبع المخلوع صالح، الأمن المركزي يتبع. نحن أمام معسكرات وزعت ليس لحماية الشعب اليمني ولا سيادته، لحماية هذا الحكم. انتخابات مزورة، ليس هناك تداول سليم من السلطة، سلطة قضائية غير نزيهة، سلطة تشريعية امتداد مجالي للسلطة التنفيذية. ما هو المنجز الذي أنجزناه؟ بالتالي نحن عندما نريد أن نقوم بعملية صراع لاستعادة سلطة، ليس بعملية ضرب بالطائرات ولا والآن بعد سنتين اكتشفوا أن كان هناك خطوط حمراء حول ميناء الحديدة. طيب أوكي، أنت لديك خطوط حمراء سرية، لأنه كنا ندرك أن هناك خطوط حمراء، وهذا مؤامرة على الشعب اليمني. بقاء البنك المركزي اكتشفنا بعد سنة ونص، وكان الهدف ماذا؟ اعتراف بالانقلابيين سلطة واقع، سلطة حقيقية، من يسلم مرتبات سلطة. طيب تمد بالمال، أنت لم ندرك أن باقي الدنيا ثغرة أخرى اللي هي الموانئ، يعني الميناء
أنت لديك يعني مليار و700 مليون دولار من المساعدات من 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 دول التحالف تذهب إلى الجبهات. يعني التحالف يعني حتى لم تصل للشعب اليمني. التحالف يمول جبهات الانقلابيين للصمود. نعم، وهذه كثيرا يعني حتى ما صيغت تنكات على الوضع في اليمن، هناك تناقضات كثيرا. نوضحها دكتور يعني إن سمحت لنا بعد هذا الفاصل القصير، نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور يعني لو تحدثنا عن نقطة أو عدنا بالحديث عند نقطة توحيد المزاج الشعبي خلف الحكومة والشرعية، هل ينبغي أن تكون هذه من أهم أولويات الحكومة والتحالف أيضا؟ طبعا توحيد المزاج الشعبي يحتاج أيضا إلى أن يكون هناك وجود للدولة واقعي، بمعنى توفير أمن، أمان، مرتبات، حماية. هنا لا نستطيع أن نفصل توحيد المزاج الشعبي عن وجود الدولة فكرة، كما قلت في الإحلال، بمعنى رئيس الدولة. عندما نقول للرئيس اليمني الآن هناك جزء في صنعاء يعتقد أنه ما زالت زعيم كما يسموه، ما زال يمثل حضورا، وهذا خطأ لدول السلطة الشرعية التي انسحبت من المشهد، وخطأ من دول التحالف التي لم تجعل من الرئيس الشرعي حاضرا، وخطأ من منظمة المجتمع المدني التي لم تتابع المخلوع صالح في كل المحاكم ولم تكشف جرائمه لتحدث ما يسمى أنا نسيت أول نقطة اسمها الإرباك. لم تربك الحوثيين، ما هنا نقصنا قلنا بديل إحلال أسئلة وطنية نموذج، هناك ما يسمى بالإرباك، يعني تركنا كما تركوا المخلوع صالح أبان بعد الثورة الشبابية براحته يخطط ودون ما يتابعوا، يعني منحنا حصانة. الحصانة الأمم المتحدة تقول هذا شان داخلي، لماذا تركته؟ الآن تاركين المخلوع صالح دون متابعة، دون كشف قضايا، دون متابعة أموال المنهوبة، دون يعني يطلع يخطب ويلقي خطابات ويهدد ويعمل محاكمات ويسمح لعبد ربه بالعودة، ما يسمحش، وهو مطلوب العدالة. بدل ما يكون سلطة شرعية التي تطالب بتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة، هو الذي يطالب الآن. لماذا الآن نحن لا نطالبه إلى أن يذهب إلى قسم شرطة، نحن نطالبه بيسلم نفسه في المستقبل، سيسلم إلى أقرب لجنة شعبية هم سيصفوا بينهم. لكن أقول أن الإرباك، ليس هناك إرباك للمخلوع صالح. إذن أعود للنقطة اللي تحدثت عليها بالمزاج الشعبي والنموذج، وما قلت النموذج يعني شوف أشياء مترابطة لا نستطيع فصلها. عندما تكون هناك يعني مصداقية في المرتبات، توفير أمن للمواطنين، إدارة حياة يومية، عدن مدينة نموذجية جاذبة وقاطبة، ونشوفها يعني الآن يعني إعادة الحياة مسرح، ليس بالضرورة عدن تصبح تعيش حرب، ليس بالضرورة، لابد أن تعود لها الأغاني، يعود المسرح، فن تشكيلي، الجامعة تعود، يعني قصص الحياة، الكهرباء، هذا يعملها بشكل ما يسمى الحرب النفسية الاجتماعية، بمعنى استدعاء الحالة، استدعاء حالة نوستولوجيا، تعطي للمواطن العدني نوستولوجيا، حنين إلى واقع عاشه، وبالتالي أي واحد في تعز يذهب إلى عدن كنموذج، أي حد يشعر بالخوف يذهب إلى عدن، بالتالي على عدن أن تعود يعني يكون لديك جذب ونموذج. نعم، ولدينا يعني هذا العنصر لم يتم. نعم. عندما تحدث عن توحيد مزاج شعبي، بمعنى أنت أولا يصبح عندما أقول رئيس جمهورية عبد الربه منصور هادي، حتى في المناطق تحت الهيمنة عبد الربه منصور هادي بندغر رئيس الحكومة، هناك حكومة، هناك أمن، يكون نموذج موجود بالأعلام، موجود كحياة. لكن الآن انسحبت من المشهد، مرتبات غير مسلمة، جرحى في كل مكان، المناطق المحررة هناك تعز، تعز الأسئلة الوطنية لأنه هذه المدينة عندما تحمل أسئلة وقلق خطورة، وأنت حتى المناطق المحررة دكتور يعني للأسف الشديد تعاني من انفلات أمني، من تخبط، من عدم وجود سلطة حقيقية محلية، رغم وجود محافظ، رغم وجود هذا ما يعني أسميه وكلاء. هذا ما نطلق عليه النموذج. نأتي لتوحيد المزاج الشعبي. وزارة الإعلام حتى الآن، أنا يعني تحدثنا في الحلقة السابقة وكان نوع من العتب أن أنا كنت شديد على السلطة الشرعية. أنا عندما أكون شديد على السلطة الشرعية أحيانا أو وزير الإعلام وغيره، ليس شدة لشخصي، أنا لا أعرف الأشخاص ولا علاقة لي بهم، أنا شديد على نحن أداء على الأداء، ونحن في معركة في المتناول، معركة في أيدينا أن نديرها. يعني لا أطلب الصعب اللي يكون هناك في راديو الشعب اليمني، معروف نحن في أول بسائط الجمهور المستهدف في لما يدرسوا طلاب الصحافة، عندما ندرسهم نعلمهم الجمهور المستهدف. أنا مش ممكن أجي لجمهور مستهدف في الريف يقول لك أنه في منطقة الريفية 70% أمين أعمل لهم صحف،
ولا قلنا لهم شوفوا المواقع الإلكترونية؟ يعني أنا أعرف إنه يعني إنه ثقافة السمعية راديو كهرباء مقطوعة بطاريات، بالتالي توحيد المزيكا الشعبي عندما أخلق النموذج، النموذج بمعنى عدن قاطبة، مارب جامعة، عدن فيها الأمن والأمان، المسرح، الحياة، كل الناس يتطلعوا إلى هذا. اثنين، خلق الآمال. يعني أنا مع الأفكار أنه تقطعت بالحديث مع التليفون وكذا، ما يسمى بالآمال، يعني عشان الشعب اليمني يتحمل علينا أن نخلق له أمل. هذا ما فعل حتى الأوروبيين لما كانوا يعني يريدون تدمير الاتحاد السوفيتي، كانوا يوعدوهم بالرخاء، ببنطلونات الجينز، بالحرية، لن يقفوا طوابير، وكان هذا نوع من يعني الأحلام التي ترسم، هذا يعطي نوع من المقاومة. بالتالي عندما تقول للشعب اليمني لديك يعني في المستقبل، هذه صورة عدم تكون في المستقبل، آمال، يعني هل ستستلم الراتب الشهر القادم أم لا؟ أيوة. إذن ينضم معنا الدكتور أيضا عبر الهاتف الأستاذ مختار رحبي، مستشار وزير الإعلام من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى ضيفك الكرام. اهلا بك استاذ مختار. ونحن يعني نقوم بمراجعه تقييميه لعامين منذ بدء ضربات التحالف. يعني هناك قصور للاسف الشديد في تقديم الخدمات وتوفير احتياجات الانسان اليمني التي ربما هي تمثل اللغه الاولى في التواصل مع، خاصه في المناطق المحرره، كيف تفسر هذا القصور؟ هذا القصور طبعا ناتج طبيعي لأن الحكومة غادرت اليمن وسيطرت الميليشيات الانقلابية على إيرادات البلد، والحكومة ظلت فترة طويلة وهي متواجدة خارج اليمن. بعد التحرير مباشرة حينما عادت الحكومة أو جزء أو بعض منها إلى المناطق المحررة، عادت وهي بلا ميزانية، وهي بلا إيرادات، بلا دعم مباشر. بالتالي كان هناك معاناة شديدة في محافظة عدن. الميليشيات حينما دخلت عدن وكل المناطق التي دخلتها وبعد ذلك تم هزيمتها واندحرت منها، قامت بإتلاف وتدمير كل البنى التحتية من مكاتب ومن حتى. نعم أستاذ مختار، يعني نحن على اطلاع بكل هذا الأمر، ومرارا يعني تحدثنا عن عدم ميزانية الدولة، ولكن أين دور التحالف في هذه المسألة؟ هناك أرقام مهولة يتم الحديث عنها، وجهت كمساعدة إنسانية، وللأسف الشديد وصلت لأيدي الانقلابيين. يعني أليس الأجدر أن تبنى نماذج محافظات النموذجية من قبل التحالف والشرعية أيضا كنموذج لمحافظة محررة تسعى إليها بقية المحافظات؟ هذا بكل تأكيد وما لا شك فيه أنه لابد، وليس نتمنى، لكن لابد على أولا على الحكومة وكذلك على التحالف أن يعطي صورة إيجابية في المناطق المحررة. يعني لا يمكن أن يعيش أبناء المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات حياة أفضل من الحياة التي يعيشها المواطن في المناطق المحررة. يجب توفير الخدمات الأساسية من مياه، من كهرباء، من أمن، من استقرار، من رخاء، من إعادة تطبيق الحياة العامة، وهذا طبعا واجب على الحكومة، واجب أيضا على التحالف الذي دخل مع الحكومة في شراكة لإعادة الدولة وإعادة مؤسسات الدولة. لكن في حقيقة الأمر في البداية كانت هناك إشكالية، وهي أن المنظمات الحقوقية العاملة في المناطق تحت سيطرة الحوثيين كانت يعني هي أصلا تابعة للحوثيين، أو أن الجزء الآخر منها وهو الجزء الدولي كان متواطئ مع الميليشيات الحوثية، ويتم تسليم جزء كبير من هذه المساعدات. ورأينا في حجة، ورأينا في إب، ورأينا في مناطق كثيرة أنها هذه المساعدات التي تصل تذهب إلى السوق السوداء ويتم بيعها، وهذا طبعا قصور. وأيضا هذه ما تحدث عنها اللواء عسيري حينما قال أنه تم تسليم $700 مليون إلى المنظمات الدولية، ولا ندري أين ذهبت هذه المبالغ، ولا ندري أين هي المساعدات. المواطن اليمني الآن يشكو من احتياجه. نعم، لما لا نسمع بجزء من هذا المبلغ وجه لميزانية الدولة التي هي الآن تعد تمارس دورها في أراضيها المحررة؟ يعني لم يرفض البنك بمبالغ بمثل هذا المبلغ، لا نقول حتى يعني ربما نقبل بالنصف، لكن أستاذ مختار أيضا الفكرة هي أن تتحدث عن منظمات استطاعت أن يعني توصل رسالتها المغلوطة. أين هو دور الإعلام في الحكومة الشرعية؟ أين هو دور وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية؟ القنصليات، السفارات، هناك يعني قصور تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، للأسف الشديد حتى الآن لم نجد أي تلافي لذلك القصور.
إذا فتحنا المجال للحديث عن السلبيات وعن أوجه القصور، فأنا لا أعتقد أننا نحتاج إلى حلقات للحديث عن القصور سواء في الداخل أو في المناطق المحررة أو في أمام الحكومة بشكل عام. لكن نحن نقول أن هناك قصور ويجب أن نتحدث بها بشكل مرتفع، ويجب أيضا على الحكومة أن تفتح أسماعها للإعلام المهني وأن تقوم باستيعاب كافة الملاحظات. بالنسبة لدعم التحالف، كنا بالفعل أنا أصدقك القول أنه كنا نتوقع أنه بعد نقل البنك المركزي مدينة عدن أنه سيتم رفض البنك المركزي بمبالغ، أولا لاستمرار لضمان عدم تدهور العملة المحلية، ولكن للأسف الشديد لم نسمع أي شيء. حينما أعلنت الحكومة بدعم المملكة العربية السعودية بعشرة مليارات لم نرى هناك تصريح رسمي من قبل الجانب السعودي، لكن مع ذلك كانت هناك تأكيدات أن 10 مليار سيتم دعم سيتم رصدها للحكومة وإعادة الإعمار في اليمن، ولكنهم بحسب معلوماتي أن الجانب السعودي ينتظر الفرصة المناسبة ويتم إعلان عن هذا الدعم. التحالف العربي الذي جاء وساعدنا في وقت الحرب ويعني وقف معنا في أيام عصيبة وفي أيام الحرب، لا أعتقد أنه سيتركنا بعد الحرب وفي وقت الرخاء، وأنه سيتركنا وشأننا يعني نعاني من الإشكاليات. اليمن ظلت طوال فترة طويلة وسنوات طويلة وهي بعيدة عن الدعم الخليجي وبعيدة عن الرعاية الكاملة، كانت هناك رعاية ولكن هي رعاية بسيطة وليست شاملة. والنتيجة التي حصلنا عليها هي أن اليمن ارتمت في أحضان الإيرانيين، و استطاعت إيران أن يكون لها موطئ قدم في اليمن، وذلك بسبب عدم وجود مشروع عربي أولا وكذلك مشروع خليجي. القادة السعوديين يعرفون، وتحدث به الراحل سعود الفيصل، أن أمن اليمن مرتبط مباشرة بالأمن القومي السعودي، وهذا ما يجب على الجميع أن يعرفه، أننا الآن في وضع مختلف وأننا لابد أن تكون العلاقة بين اليمن وبين المملكة العربية السعودية علاقة مختلفة. هناك شراكة، هناك تكامل، هناك تعاون، هناك شراكة حقيقية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، لأننا أولا جيران ومرتبطين بروابط علاقة دينية، كذلك أشقاء، كذلك أيضا مصاهرة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور دكتور أستاذ مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني هناك الكثير من الملفات الشائكة التي علينا الحديث عنها، ولكن ربما أبرزها الملف الإنساني الذي ربما لم يلاقي الاهتمام الكافي، وهو الملف الذي يتداعى يوما بعد يوم كلما طال أمد الحرب. طيب دعني سأجيب بأكبر قدر ممكن مع الكسب الوقت. يعني أولا أنا أصر قبل ما أتحدث عن الملف الإنساني على يتوجب أن تكون السلطة الشرعية شريكا فاعلا وصانع قرار فيما يحدث في اليمن، وبالتالي عندما تستطيع هذه السلطة الشرعية أن يكون لديها مخطط ما يسمى أن تحول هذه الميزانية إلى برامج واضحة مقنعة، أعتقد أنها قادرة أن تفتك المبالغ لدى دول الخليج. بالتالي عليها أن تكون صانع قرار وليس تابع، هذا عنصر مهم. بقاء السلطة الشرعية بمجال التصريحات يحرقها عندما توعد دفع المرتبات أو توعد أن هناك مبالغ، نحن بحاجة إلى أن تتحول هذه المبالغ إلى مشاريع وإلى رؤية لكيفية إدارتها والاستثمارها. بالنسبة للكارثة الإنسانية، نحن نعلم، لو أنا قلتها أكثر من مرة، لو عدنا إلى كل تصريحات الأمم المتحدة وولد الشيخ وتقرير الخبراء كلهم ركزوا على الأحوال، تدهور الأحوال المعيشية والقاعدة، دهور المعيشية قالها ولد الشيخ وقلتها أكثر مرة هنا وسأقولها، في 18 مايو 2015 قال أن الوضع الإنساني في اليمن على أبواب كارثة، ونحن الآن 2017. يعني دول عصبة الحزم، دول التحالف تدرك أن كانت تدرك أن مدخل الكارثة، مدخل الإنساني مهم جدا بالاستمرار في العمليات العسكرية. بالتالي استمرت في تمويل الحوثيين بهذه المبالغ من مركز سلمان 1.7 مليار دون أن تحرق المجتمع الدولي بإيصال هذه المساعدات. اثنين، أنا أتحمل مسؤولية ما أقول، أتحمل هذه المسؤولية وأطلب من الحكومة أن تبين للشعب اليمني أن هذه الكارثة مصطنعة منهجيا بتخطيط مسبق ومدرك لدى في لبنان وفي إيران، هو خلق كارثة إنسانية للضغط على المجتمع المحلي وللضغط على المجتمع الخارجي أن اليمن، وبالفعل الشعب اليمني يعاني، لكن هل الحوثيين لا يملكون
مثلا المرتبات ما فيش مداخل تساوي المرتبات في الداخل يدفعوها، لا لماذا يدفعون؟ يعني تروح تاخذ يعني المواد الغذائيه من تجار محددين، لماذا قروشهم تنتفخ والعمارات ترتفع، ولماذا الشعب البسيط لماذا المساعدة تذهب البيوت، لماذا هذه الشركات والمؤسسات باسم الجماعة يعني تنمو وتكبر، لماذا الآن هناك حملة شراء عقارات في العاصمة صنعاء لخلق حزام حولها، خلق طبقة اقتصادية من الميليشيات، بالتالي الكارثة لو كشف لو تحملت الحكومة كشف تكشف للشعب اليمني أن المرتبات والأموال كافية لصرف المرتبات، وأن الأموال تسرق، وأن المساعدات تسرق. نعم، أين هي ميزانية الاتصالات التي دائما أنا لدي إحصائيات يعني دقيقة ليست قليلة، ميزانية الاتصالات المشتقات بالسوق السوداء 64 مليار، 7 مليار من ميناء الحديدة، 7 مليار، 5 مليار من الاتصالات، مليار ونص سرقات. المواطن اليمني يقول إيش الإنترنت كمل، في مليون وتقريبا 50 مليون يمني يوميا يقص بطريقة غير مباشرة، هناك سرقات كبرى، هناك أيضا ما يسمى باقي مداخل أخرى هي مداخل البيئة ومداخل الصناديق، هذه كلها سرقت وهم عندما يعرف الشعب اليمني أن هذا نهب لمقدراته وتجويع بهدف أنه يقبل أي تسوية ويخرج يرفض العدوان وينسى أن هناك انقلاب وأنه أمام مشروع بديل. وأنا أقولها في هذه الدقائق المتأخرة، أقول أن كلفة الذهاب إلى مشاورات على هذه الشاكلة أغلى وأكثر كلفة وطنية في حال الدخول في مشاورات والحوثيين والمخلوع صالح على هذه الشاكلة والسلطة على هذا الضعف. بالتالي عندما نذهب إلى مشاورات وإيقاف العملية العسكرية، وبالتالي ستلتهم السلطة الشرعية من خلال المخلوع والحوثيين، سيستمر نهب الشعب اليمني، سيكون هناك ليس شمال وجنوب ولا حضرموت موجودة، سيكون هناك كيانات غير قادر على ضبطها، لأن الذاكرة اليمنية وفقا لما يسمى الترانزيتولوجي علم الانتقال وعلم النزاعات أن هناك نزوع نحو الاحتراب، وهناك ذاكرة وطنية مملوءة بالجرح نزوعها نحو الاحتراب وفك الارتباط. بالتالي هنا أنت ذهبت إلى تسوية قبل أن تقوم بتوحيد مزاج الشعب اليمني، بخلق أهداف مشتركة وطنية تقول وطننا إقليمي، دولة وطنية على هذه الشاكلة، محاسبة مرتكبي الجرائم. الآن المخلوع صالح هو الذي يحاسب ويحدد من وطني وغير وطني، ونحن ساكتون، لا أحد يتكلم عندما يقول لن يسمح لهم بالدخول، من هو عشان هو الذي لن يعود، هو الذي سنحاكمه، هو الذي سيذهب المحاكمة الدولية، هو القاتل، هو الخائن الوطني الذي سلم وطننا والجمهورية إلى الأماميين، هو الذي كان يلعب بورقة القاعدة، هو الذي أدخل جيشنا في حرب مع الحوثيين 6 حروب وهمية لتدمير جيشنا الوطني، هو الذي بنى جيشا طائفيا، من يحاسب من؟ هو الذي سرق 60 مليار دولار. يعني نحن أمام كارثة عندما لا نحاسب هذا. بالتالي كشف يعني عندما نكشف للمواطنين من هو البديل لهم، بديلنا هذا هو اللصوص والنهابة، عندما نكشف لهم أن عندما يقول نقرب نقرب ماذا؟ نقرب حوثيين، نحن إماميين 10 قرون، نقرب مخلوع صالح 30 عام، تعز 30 عام دون مياه، علينا أن ندير معركة عاصفة الأمل، أن تعيد صياغة أول عنصر لها، نموذج عدن، نموذج مارب، تقوية السلطة الشرعية، الاهتمام بالشهداء، أسئلة تعز، البديل، إحلال الرئيس، أيضا الشريك الوطني الكامل مع دول التحالف، وعلى دول التحالف أن تجلس مع بعض وتحدد كيفية هندسة الشام اليمني. أقولها أن الحوثيين بالنسبة لإيران ولأمريكا ترامب لأمريكا ترامب أهم من حزب الله، وأن اختراق دول الخليج من نافذات اليمن. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام ولحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.